الجمعة اللي فاتت ويوم عيد الحب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كان معنا فقرة خاصة بمناسبة هذا اليوم عملتها الزميلة العزيزة داليا أشرف من داخل دار لكبار السن. اتكلمت معاهم عن قصص وحكايات حب في حياتهم، حكايات الزواج اللي عاشوها وما إلى ذلك من الفقرات الرائعة جدا، بشكر داليا عليها طبعا. لكن في كواليس تصوير هذه الفقرة الأمهات والآباء الموجودين داخل هذه الدار طلبوا إن هم يروحوا يزوروا متحف القوات الجوية. الحقيقة استجابة لمطالبهم 8 الصبح نظم هذه الرحلة الخاصة لأهالينا من كبار السن إلى متحف القوات الجوية. ده طبعا كان بالتعاون مع السادة المسؤولين اللي بنوجه لهم كل الشكر والتحية على سرعة الاستجابة وعلى تنظيمهم لهذه الرحلة وتلبية لمطلب وأمل أهالينا من كبار السن في هذه الدار لزيارة متحف القوات الجوية. سالي تراد راحت معاهم في هذه الزيارة ونقلت لنا التفاصيل والجولة وهذه الرحلة خلال اليوم. تعالوا نتابع مع حضراتكم. من أكثر الأماكن اللي بمجرد التواجد فيها بتشعر بالفخر والانتماء والقوة، متحف القوات الجوية المصرية، خروجة ممتعة ومناسبة لكافة الأعمار، وإحنا النهاردة موجودين في جولة خاصة مع ضيوف سابقين لبرنامج 8 الصبح من كبار السن، كان من ضمن مطالبهم خروجة وفسحة في يوم عيد الحب للاستمتاع بالأجواء، وبالفعل ساهم برنامج 8 الصبح في تنفيذ مطلبهم مع الجهات المختصة، وإحنا موجودين النهاردة في واحد من أهم وأجمل المتاحف المصرية، متحف القوات الجوية المصرية. النهاردة الحلاوة في الخروجة إن إحنا مجموعة حلوة بنجتمع مع بعض في يوم جميل اللي هو يوم عيد الحب، فدي بتدي إحساس جميل وخصوصا لكبار السن. كبار السن دايما يعني بيحبوا إن الناس تبقى فاكراهم في الأوقات دي أو في المناسبات دي، بتبقى حاجة ظريفة جدا إن هم يعني بيحسوا إن في ناس بيهتموا بيهم، ناس فاكراهم، مش هم حاجة منسية إن إحنا قاعدين في دار السنين، بالعكس هم فاكريننا وبيجوا لنا وبيجيبوا لنا حاجات حلوة، وبتدي يعني نوع من الراحة النفسية والفرح الداخلي اللي بيخليكي تبقي عايشة بيه فترة طويلة. تغيير حلو، بعدين يعني بتقعدي فري كده مع اصحابك، بتتكلموا في اي حاجه بتاع، بتصادفي برضو ناس كويسين هنا، بتتعرفي على حاجات، فتغيير جميل طبعا. انا ما جيتش مكان دي سياحه، بالنسبه لي سياحه ظريفه يعني حلوه وتشوق يعني ان انا اعرف واشوف تاريخ الطيران في مصر والمصانع بتاعتنا وشهدائنا وحاجات كتير شفتها. شفنا الطيارات والشرح اللي كانت بتشرحه المقدمة، كان طيارات فظيعة بصراحة، ويعني حاجة فخر لمصر يعني بالنسبة لي، يعني حاجة حلوة يعني وجميلة وحاجة جديدة، أشوف طيارات وأشوف شرح ومتحف لا حاجة جميلة والله. للحب وجوه كثيرة، منها ود أهالينا من كبار السن والمساهمة في إسعاد روحهم الطيبة الودودة ولو بالسؤال عنهم، كسعادتهم بنزهة بسيطة في صرح تاريخي فيه صقور صامتة متراصة بعزة وأصالة في متحف القوات الجوية المصرية. سالي تراد، 8 الصبح. شكرا سالي تراد، كل التحية كمان لأهالينا من كبار السن كانوا في هذه الرحلة، كل التحية كمان للجهات المسؤولة اللي نظمت وسهلت هذه الرحلة على كبار السن. الحقيقة استوقفني جدا طلبهم، طلب الآباء والأمهات اللي كانوا موجودين في هذه الدار، إن هم اشمعنى عايزين يروحوا متحف القوات الجوية. استوقفني ليه ما طلبوش مكان تاني؟ ليه ما طلبوش يسافروا مثلا مكان مختلف يغيروا جو؟ اشمعنى متحف القوات الجوية؟ وليه الأجيال الجديدة
ممكن يكونوا ما زاروش المتحف قبل كده وما يعرفوش اصلا انه موجود وما زاروهوش، واهاليهم ممكن يكونوا في الاجازات او في الاعياد او في الاحتفالات ما بتكونش هذه الاماكن من اولى الاماكن المرشحه للزياره او للفسحه او للذهاب. ليه؟ احنا محتاجين انه ولادنا والاجيال الجديده يروحوا يزوروا المتاحف دي ويزوروا الاماكن دي ويتعرفوا على المجهود اللي بتقوم بيه القوات الجويه والقوات البحريه والقوات المسلحه بكل فروعها، محتاجين في حرب اكتوبر وغير حرب اكتوبر في ذكرى الحرب يعني نودي اولادنا يزوروا البانوراما ويشوفوا تجسيد مشاهد من حرب اكتوبر العظيمه، محتاجين اولادنا يزوروا الاماكن دي ويعرفوها، مش بس الفسح والخروجات والملاهي والحدائق وكل الاماكن دي، في اماكن مهمه جديره بالزياره وجديره بان احنا نعرف ولادنا ان هي موجوده ونعرف ولادنا هي ليه موجوده وليه اتعمل لها متحف. دي من الحاجات المهمه جدا اللي استوقفتني الحقيقه في متابعه هذه